فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير قوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون؟ نعم، فتقطعوا أمرهم بينهم زبر، وولفوا مؤلفات، كل واحد ينصر مذهبه، زبر يعني كتب ألفوها في مذاهبهم، وكل واحد معجب بمذهبه وكتابه، ولو خالف الدليل ما يراجعون الأدلة. هذا معناه، ما يخالف تأليف الكتب، لكن لازم من مراعاة الأدلة واتباع الأدلة. نعم.